سي جلال الشرقي المهم على سلامتكم كتماتوا الان شيفنا على حسابات اللي دادين اللي كنتو تضربتو بها في نهايه كاس العرش مع فريق جبال الحسني الجديد. فاولا كنطلبوا منك توضح لنا كيفاش طرا لك هذا الحادث هذا اللي تصرتي فيه، ثانيا كيفاش كتشوف المسار ديال فريق جبال الحسني الجديد هذا الموسم هذا وبالاخص في هذه المقابله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، بلا ما نرجعوا كما كيقولوا للتاكسي القديم، الحمد لله كانت شافة حاليا وانا جيت مسرور اليوم اللي جيت شاهدت المقابله اللي فاز فيها الفريق على وداد فاس، وكانت النتيجه وكان الاداء والاصابه اللي تعرضت لها سقطت في مركب تعرضت للكسر، ولكن الفريق الحمد لله حقق الاهم وهو كاس العرش. ومن هذا المنبر كنطلب من السي الشيخ باش يحقق لنا الازدواجيه هي البطوله ونشاركوا في المونديال ديال العام ان شاء الله ونواجهوا اما الريال اما البارسا. وكما كيعرف الكل الشرقي غيبقى ديما دفاعي حتى اللقاء، وشكرا للجماهير الجنوبيه ديما دفاع. وبلاد المنبر كنبغي جل فعاليات مدينه الجديده باش يساندوا الفريق ويديروا اليد في اليد، لا جمهور لا مسيرين لا لاعبين، راني كنبغيهم كلهم ونتمنى مع عند الله حقق ان الاهم هي البطوله هذا العام باش نكونوا